إذا كان عندنا أحد الأشياء اللي اخترناها المرة الماضية Actuator Selection اللي هي Centrifugal Pump. إذا Actuator Selection Examples. أحد الأمثلة اللي طلعنا عليها كانت Centrifugal Pump. أحسن إشي هلا إذا كان الباور لو لو باور إذا كانت سمول باور و انفاريبل أو كونستنت فلو يعني عادة سمول باور كونستنت فلو كونستنت فلو يعني أنا ما بدي أغير الفلو ما في حاجة أغير الفلو أرفعه وأنزله فإذا عندي سمول باور كونستنت فلو عادة بستخدم سينجل فيز سكوير كيج اندكشن موتور without a VFD without variable frequency or variable speed drive ليش without variable speed drive لانه الفلو كونستنت لما يكون في عندي variable flow applications بستخدم فعادة معظم السمول باور بستخدم single phase سكوير كيج اندكشن موتور وعادة هذه بتكون gearless مباشرة بتشوف بتلاقي ال البامب السنترفيوغال بامب مركبه مباشره على نفس الشافت تبع السنجل فيز اندكشن موتور ما في حاجه لهي لكن اذا كان عندي لارج باور راح يكون 3 فيز طبعا سكوير كيج اندكشن موتور عاده هذا التطبيق الاكبر انا عارف المره الماضيه في ناس احمد سلمان ذكر بستخدم انواع ممكن في تطبيقات بس الغالبيه العظمى 90% 95% من التطبيقات لللارج باور بامبينج سنترفيوغال بامب راح تكون 3 فيز سكوير كيج اندكشن موتور هلا اذا في حاجه لفيريبل فلو عاده ممكن فيريبل فلو راح يكون عندي فيريبل فريكونسي درايف وممكن يكون كلوز لوب وممكن يكون اوبن لوب حسب الاكيورسي اللي بدي اتحكم فيها ماشي اوكي هذا هو التطبيق الاكبر هلا ممكن تلاقي حالات فيها دي سي مزبوط بس التطبيق لو انت اليوم رايح بدك تركب بامب فاريبل فلو بامب احتمال كبير تستخدم 3 فيز سكوير كيج اندكشن موتور واحتمال كبير انها تكون اوبن لوب اوبن لوب فاريبل فريكونسي درايف بحيث انها تقدر تغير بغير السرعه بتغير معي الفلو اوكي ماشي اذا هذا احد التطبيقات اللي هون احد الاكزامبلز هلا عندي اكزامبل ثاني انا ماخذ هون مثلا 3 دي برينتر هلا لاحظوا 3 دي برينتر عاده راح تكون لو باور 3 دي برينتر ولانه بدي هاي اكيورسي هاي بوزيشننج اكيورسي لانها لو باور عادة رح نستخدم ستيبينج موتور او ستيبر موتور. عادة هذا التطبيق اللي هو 3 دي برينتر اللي بدي احرك انا مكان وين بده يكون الديسبنسر، الديسبنسر اللي بنزل المادة الكارج اللي بحرك التنين. طيب اليفيترز او اسكليترز خلينا ناخذ اليفيترز اول. الاليفيترز شائع جدا تمام انه يكون في عندي دي سي، لاحظوا الاليفيترز خلينا نحط تعتبر ميديوم باور او هاي باور مضبوط؟ ميديوم باور يعني راح تكون عندي بالرينج من 5 كيلو وات ممكن توصل ل 150 كيلو وات للاحجام الكبيره، فهذه تعتبر فيري هاي باور مضبوط؟ عاده معظم التطبيقات وبعدين بدي جود سبيد كنترول كمان راح تتذكروا لما بتاخذوا الدرايفز عندي الجيرك كمان ريستريكتد عشان يعطيني رايدنج كومفورت وهون بدي جود سبيد كنترول جود كلوز فعاده بنستخدم كلوزد لوب والكلوزد لوب يجي عن طريق شافت انكودر 3 فيز سكويرل كيج اندكشن موتور وذ فيربل فريكونسي درايف لكن ممكن تطبيقات كثير لسه الان تستخدم دي سي دي سي موتور وعاده بيكون جيرلس وذ فيربل سبيد هذول هم التطبيقين اللي شائعين جدا لاحظوا الكاركترستكس عندي هاي باور ما بنفع احكي بسيرفو او ستيبر فمباشره عندنا يا بستخدم هلا كمان في بعض التطبيقات الحديثه صارت تستخدم بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور
لكن الكوست بالنسبه للبيرمت ماجنت سينكرونس موتور عالي. اوكي.